إذن قبل أن نبدأ حصة اليوم سنقوم بنشيد إيقاعي. أطلب منكم الوقوف. ستراقبون ورائي نفس الكلمات ونفس الحركات. يدي اليمنى إلى الأمام. وهنا
صحيح. أنت صحيح. إذن سأقول جملة أخرى. يلعب وليد بكرته. يلعب وليد بكرته. تنام القطة تحت المائدة. تنام القطة. انتظروا، سأكتب الجملة ثم ستصححون الخطأ المكتوب في الجملة على الألواح. تنام القطة تحت المائدة. خديجة قومي إلى السبورة. أشيري إلى الخطأ في الجملة. وأين هو التصحيح؟ صحيح أم خطأ؟ صحيح. إذن القطة تكتب بالتاء المربوطة وليس المرصودة. ممتاز، تصفيقات على تحت المائدة. ممتاز. أنصيتوا. زرت جدتي مساء. زرت جدتي مساء. اكتشفوا الخطأ ثم قوموا بتصحيحه.
جدتي مساء. أين هو الخطأ؟ زرته. أين هو التصحيح؟ ممتاز. إذن صحيح أم خطأ؟ صحيح. إذن الفعل يكتب بالتاء مفتوحة. زرت جدتي مساء. إذن الآن سأقوم بمسح هذه الجمل وأكتب ثلاثة جمل أخرى، وستقومون بكتابتها صحيحة على أوراقكم. انتبهوا جيدا. دخل المدير مبتسما. دخل المدير مبتسما. حط العصر نائما على سريري. رأيت الطفل نائما على السرير. طلع. اكتشفوا الخطأ وصححوه على أوراقكم. اكتبوا الجملة كاملة صحيحة. المجموعة الفائزة هي المجموعة التي اكتشفت جميع الأخطاء وصححتها. انتبهوا، هناك جملة فيها خطأين. إذا انتهى النشاط. دعوا الأقلام. دعوا الأقلام. إذا سأبدأ بمجموعة نور. دخل المدير مبتسما، حط العصفور على غصن الشجرة. إذا سنبدأ تصحيح على سبورة. دخل المدير مبتسما. أين هو الخطأ؟ من يقوم إلى السبورة ويكتشف الخطأ؟ الجملة الأولى. قومي بنيتي. ماذا نسيت هنا؟ صوت مرتفع. أي صحيح أم خطأ؟ صحيح. ممتاز. إذا دخل المدير مبتسما.
تحت الخطأ الذي اكتشفته؟ إذن الواو، أين أضع الواو؟ بجانب الصاد. هل أضع هل أقول العصور؟ أعيد. أين؟ بجانب الفاء. إذن حتى العصفور هنا. عصفور على غصن الشجرة. ممتاز فهد. ننتقل إلى الجملة الثالثة. قنبلي. ممتاز. إذا كيف أكتبه؟ أكتبها بالتاء المبسوط. صحيح أم خطأ؟ صحيح. ممتاز. إذا رأيت. هل هناك خطأ آخر؟ نعم. رأيت الطفل نائما على السرير. أين هو الخطأ؟ على. ممتاز. رأيت. اقرأ معي. رأيت طفلا نائما على. ممتاز. مكانك هناك. إذا تصفيقات. أبدعتم أبنائي، كلكم اكتشفتم الأخطاء في الجمل المكتوبة على السبورة. سدى حط العصفور على الشجرة سبل ستير للجيم سبل حط اليد. ممتاز. إذا تصفيقات على إيمان، اكتشفت خطأ. إذا الشجرة ليست هي شجرة. إذا هذا أصلا أنا كتبته خطأ، هو كتبنا هنا صحيح. ممتاز. إذا تصفيقات على إيمان. إذا انتهت حصتنا اليوم، سنكتشف أخطاء أخرى في الحصص القادمة إن شاء الله.